لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ جيجي معاكم، جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا لتعطير رائحة الفم، هتخلي ريحة فمك جميلة جدا، وده غير انها برضو بتخلي اللثة، بتحافظ على اللثة بتاعتك يبقى لونها وردي دايما وجميلة. الوصفة بتاعتنا دي يا بنات من مكون واحد فقط، هنعملها دلوقتي مع بعض. يلا خديكي معايا عشان تشوفي انا هعملها ازاي. وحابة افكركم بالمسابقة بتاعتنا، المسابقة بتاعتنا شغالة، وان شاء الله هعمل السحب الاسبوع ده على اول فايز في الفيديو اللي احنا عملناه امبارح. ان شاء الله خلال الاسبوع ده هنعلن عن الفايز وهقول لكم على اسمه، خلي تابعوا معايا باستمرار عشان تعرفوا مين اللي هيفوز معايا اول فايز بالمسابقة بتاعتنا، مسابقة الشهرية $50 على كل فيديو $10 باذن الله، 5 فيديوهات في الشهر. تابعي معايا عشان تعرفي اي فيديو اللي هيبقى فيه المسابقة. يلا بينا هنعمل مع بعض الوصفة بتاعتنا بتاعت تبييض، وصفة رائحة الفم تكون معطرة وجميلة ان شاء الله. يلا بينا نعملها مع بعض. المكون اللي انا هحتاجه النهاردة يا بنات في الوصفة بتاعتي هو القرنفل. القرنفل جميل جدا جدا لتنظيف الاسنان، وبيخلي رائحة فمك جميلة جدا جدا. بتدوم يعني طول اليوم، لو انت عملتي الوصفة دي هتبقى طول اليوم ريحة فمك جميلة. يلا بينا هنقول احنا هنعملها ازاي، وده شكل القرنفل. بس اهم حاجة انا عايزاكي تطحنيه زي ما انت شايفة كده، وهوريكو شكله برضو قبل ما اطحنه. وده شكله قبل ما اطحنه، بيسموه المسمار او بيسموه القرنفل. انا بقرب الكاميرا ليه عشان تشوفوه كويس. ده شكل القرنفل طبعا قبل ما نطحنه. هنعمل دلوقتي الوصفة مع بعض. هنجيب طبق عادي من الطبق بتاعتنا، وهناخد معلقة واحدة من القرنفل اللي احنا طحناه ده اهو، هناخد معلقة واحدة وهنحطها في الطبق بتاعنا. الوصفة اللي انا هقول لكم عليها دي يا بنات يعني دي ممكن تكفيكي مرتين بس في اليوم، هتعمليها مثلا اول ما تصحي من النوم عشان تخلي ريحة فمك جميلة. وهنحتاج اي معجون عندنا، هناخد طبعا ايه القطعة اللي احنا بنستعملها على لغسيل الاسنان مثلا ايه اهو بالشكل ده، وهنبدأ بقى نقلبهم كويس جدا. هنقلبهم مع بعض كده، نخلط معجون الاسنان بالقرنفل. طبعا انا عارفة ان معجون الاسنان بيبقى فيه رائحة برضو، بس برضو رائحته بتروح على طول، ما بتبقاش دايما، يعني مجرد ما بتغسلي اسنانك خلاص يعني نص ساعة بالظبط وبتروح الريحة بتاعته، ما بتبقاش موجودة في الاسنان. بعد ما قلبناه كده بالشكل ده اهو، هتجيبي بقى الفرشة بتاعتك، وهناخد الجزء اللي احنا عملناه ده على الفرشة بتاعتنا. طبعا ده هيبقى غسيل وتعطير برضو، يعني كمان هتغسلي بيه اسنانك عادي اهو زي ما شايفين كده، وهنغسل بيه اسناننا يا بنات، بيخلي الاسنان نظيفة وجميلة جدا، وبيعمل تبييض جميل جدا للاسنان ورائحة جميلة جدا. وصفة سهلة وبسيطة، وهتخلي رائحة فمك جميلة ومتعطرة طول اليوم. دومي عليها، اغسليها مرتين في اليوم او مرة واحدة حتى في اليوم، هتجيب معاك نتيجة ممتازة جدا، وهتخلي رائحة فمك طول اليوم جميلة وزي الفل ان شاء الله. حبيب قلبي دي كانت الوصفة البسيطة السهلة بتاعتنا، اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتوا بيها وتعملوها وتشيروها لكل اصحابكم. عايزين لايكات كتير لجيجي وشير لكل اصحابكم، وما تنسوش المسابقة بتاعتنا مستمرة، هنعلن عنها كل يوم في اي فيديو. ادخلوا كل فيديوهاتي عشان تعرفوا المسابقة في اي فيديو، والفايز هيفوز معانا ان شاء الله شهريا $50 على كل فيديو $10. يلا بينا اشوفكم وصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.